من مدينة أم درمان مرة أخرى عثمان الجدي مراسل القاهرة الإخبارية. عثمان، كنت أسألك كيف تبدو الأوضاع بعد ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ؟ هذه الهدنة مختلفة من سابقاتها. بدأت الهدنة بالتزام كامل من الطرفين، لم نسمع أي اشتباكات أو صوت لإطلاق الرصاص. قبل قليل حلقت طائرة، لكن أعتقد هذه طائرة استطلاع ليست طائرة هجومية. كل أم درمان من خلال متابعتي على وسائل التواصل الاجتماعي لم أقرأ تعليق بأن هناك اشتباكات، ولم أشاهد فيديو ولم أسمع رسالة صوتية بأن هناك اشتباكات، سواء كان بغرب أم درمان أو جنوب أم درمان أو شمال أم درمان. أصلا هذه منطقة آمنة، ولم أسمع في وسط أم درمان أي تباطؤ، حتى محيط الإذاعة والتلفزيون ومنطقة جفري والدلبشير بأم درمان لم أسمع هناك اشتباكات كما كان من قبل. في اعتقادي هذه الهدنة مختلفة عن سابقاتها. هناك التزام حتى في مناطق الخرطوم والخرطوم البحري، من خلال متابعتي أيضا ليس هناك أي إطلاق رصاص متبادل، وليس هناك قصف، وليس هناك دوي. الوضع هذا مختلف من بقية الأيام السابقة. الآن الساعة الثانية صباحا ويزيد قليلا، هناك التزام، أقول التزام كامل بهذه الهدنة المختلفة. لقد تعودنا في هدنات لاحقة أن يتم إعلان دخول الهدنة وبعدها مباشرة يتم تبادل لإطلاق الرصاص ويستمر في اليوم الذي يليه ثم الذي يليه. آخر هدنة كانت معلنة، تم يعني شهدت معارك كثيفة ومكثفة في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم. حتى مدينة أم درمان لم تسلم، التي هي تمتع أكثر بالأمن، لم تسلم من هذه الاشتباكات في الهدنة السابقة. الوضع الآن يعني أستطيع أقول وأكد تماما لم نسمع خلال ساعتين من بداية الهدنة أي إطلاق للرصاص المتبادل، وليس أي هنالك هجمات بين الطرفين. على وضع في أم درمان مستغلة تماما من ناحية الإمداد الكهربائي ومن ناحية إمداد المياه في قطاع كبير من أم درمان. الكهرباء ثلاثة أيام لم تقطع، تعودنا على انقطاع التيار الكهربائي في فترات سابقة قبل الحرب، أن يقطع التيار الكهربائي خلال اليوم ثلاث مرات أو مرتين على 8 ساعات، ساعتين، 4 ساعات، في فترات مختلفة من خلال اليوم. كان هذا في شهر رمضان، كان هناك معاناة كبيرة في قطع التيار الكهربائي. نعم، خدمة المياه أيضا مستمرة. ليس لك، لم أتم الشكاوي مثل مدينة بحري. مدينة بحري تعاني مشكلة، وعدد من أحياء الخرطوم أيضا تعاني مشكلة في انقطاع المياه، مما سبب مشكلة كبيرة في مدينة بحري، مما دعا عدد من الأسر أن تسحب إلى نهر النيل ولاية النيل الأزرق لقضاء حاجاتهم والتزود بالمياه من نهر النيل ومن ولاية النيل الأزرق. أم درمان أيضا خدمة الإنترنت مستغلة، وخدمة الاتصالات يعني بسهولة، تتم إجراء الاتصالات ما بين المقدمات، شركات الاتصالات المقدمة ما بينها. الأوضاع بالنسبة للأمن الغذائي، السلع متوفرة، لكن هنالك بعض السلع بدأت تختفي من رفوف المحلات التجارية، وليس هنالك إمداد أي ليس هنالك تعويض للمحلات التجارية، لأنه أغلب مواقع الإنتاج سواء كانت مصانع متوقفة أو غيرها توقف فيها توقف فيها العمل تماما بالنسبة للظروف الأمنية المحيطة بهذه المصانع بمناطق، خصوصا منطقة الخرطوم بحري. تعتبر أكبر منطقة صناعية في السودان هي مدينة الخرطوم بحري، وهذه المنطقة تواجه صعوبة كبيرة، وتواجه كذلك هناك أعمال تفلت وسرقات. يعني هنالك عدد من المواطنون قاموا بسرقات محلات ومخازن ضخمة جدا بمدينة الخرطوم بحري. شاهدتهم يوم يحملون اسطوانات غاز، يحملون مكيفات، ويحملون ثلاجات في عربات. شفتهم يعني تحدثت مع بعض منهم واعترفوا انه هم دخلوا مخازن واخرجوا هذه البضائع الموجوده داخل المخزن. يعني هنالك تفلت كبير جدا في منطقه بحري، بالذات المنطقه الصناعيه اللي تعتبر اكبر منطقه صناعيه في السودان. لكن عثمان، ماذا عن
المستشفيات، هل عدد بكامل طاقاتها للعمل؟ وايضا سمعنا ان محطات البنزين عادت مره اخرى للعمل، هل هذا صحيح؟ عمر المعنى نسبيا اليوم هنالك تحسن نسبي، هناك تحسن نسبي اليوم في الخدمات الصحيه، عشان حتى عدد من الصيدليات تعمل ومراكز طبيه خاصه ومستوصفات تعمل. مستشفى ام درمان عدد به خدمه غسيل الكلى حسب ما اعلنت عنه وزاره الصحه ولايه الخرطوم، وكذلك اعلنت عن مستشفى النو بمنطقه الثوره ايضا عادل العمل ويستقبل تبرعات الدم. لكن هنالك ايضا تطور، ولايه الجزيره التي تقع جنوب العاصمه الخرطوم حضرتها مدينه البلد تبعد على يعني مسافه تقديريه بزمن حوالي ساعتين. مستشفياتها استقبلت عدد كبير من مرضى الامراض المزمنه مثل امراض السرطان وامراض الضغط وامراض السكري وما شابه ذلك، تم ترحيلهم الى تلقي العلاج في مدينه المدني، وكذلك استقبلت المدينه ايضا بعض مصابي العمليات الحربيه من المدنيين. ايضا ولايه نهر النيل التي تقع شمال العاصمه الخرطوم وايضا على مسافه زمنيه من العاصمه الخرطوم مثل المدينه الشندي وعبره تبعد ما يقارب الساعتين الى ساعتين ونصف وثلاث ساعات، ايضا تم فتح المستشفيات بهذه الوجهه. ايضا مدينه والسودان حاربه ولايه البحر الاحمر ايضا بها مستشفيات تعمل، يعني هذه المستشفيات تستقبل مرضى من ولايه الخرطوم، ولكن نعم. مدينه الدن هي الاغرب ومدينه شندي هي الاغرب وكذلك مدن الولايه الشماليه. نعم عثمان الصحي. انت ذكرت ان الوضع في ام درمان هو وضع هادئ مع سريان الهدنه، لكن ماذا عن المدن السودانيه الاخرى؟ ماذا عن الخرطوم العاصمه؟ ماذا عن دارفور؟ هل هناك اي اشتباكات او اطلاق نار ظهر خلال اللحظات الماضيه او الساعات الماضيه؟ الخرطوم ايضا مثل درمان مع بدايه الهدنه، لكن مدينه الجلينه حاضره ولايه غرب دارفور بها اشتباكات يعني خطيره جدا، يمكن اوصفها بالاشتباكات الغبليه، اضافه الى التوتر القائم والمعارض بين القوات المسلحه والقوات التي تمردد عليها قوات الدعم السريع. الولايه يعني تشهد نذر حرب خطيره، ولايه غرب دارفور وحاضر بها مدينه الجنينه، وهي ولايه تساخم دوله حدود تساخم دوله تشاد من الغرب الجغرافي. هذه الولايه بها اطلاق رصاص وبها نزوح للمدنيين، وقد يكون هنالك بعض الذين لجوا الى دوله تشاد بسبب الحرب الدائره بين اطراف قبليه وبين القوات المسلحه وميليشيا الدعم السريع. الاشتباكات كانت منحصره في الايام الماضيه ما بين ميليشيا الدعم السريع وما بين قوات الجيش السوداني، لماذا اتسع الامر لان تكون هناك اشتباكات قبليه؟ عدد من ولايات دارفور بالذات ولايه غرب دارفور قبل انطلاق الحرب تشهد احيانا عدد كثير من المعارك الطاحنه في هذه المدينه، مدينه الجنينه وحواضرها وغراها، يعني وحتى ايضا مدن اخرى في دارفور شهدت ايضا صراعات قبليه عنيفه وسقط ارواح كثيره قبل بدايه الحرب، وحتى يعني قبل سقوط نظام الانقاذ ايضا كانت هنالك معارك تدور قبليه في عدد من ولايات دارفور، ولم تتوقف في خلال الفتره الانتقاليه ايضا دارت معارك لانه اصبح عدد الغدة فيها قد يفوق معارك حرب دارفور ما بين الجيش السوداني والحركات التي تحمل السلاح في الاقليم. نعم وهذا اود الناس ان يسمعوا قتال في دارفور وفي بعض ولايات دارفور بين القبائل، هذا يعني اصبح امر معتاد، او تتعامل معهم القوات المسلحه وتدريس، لانه تم تشكيل قوات مشتركه في الحدود بين السودان وتشاد، وتم تشكيل قوات لحفظ الامن من الحركات التي تحمل السلاح والدعم السريع والجيش والشرطه وجهات المخابرات لمواجهه هذه الحروب الغبليه. أشكرك شكرا جزيلا من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.